ونتعرفوا على المستمعه اللي غادي تشارك معنا اليوم، ونتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي تشارك بهم معنا. حسنا امزيان. السلام عليكم. حسنه امزيان. حسنه اهلا بك حسنه، لاباس عليك؟ ربي يخليك اختي سناء، كبرتو. الله يبارك فيك، تمنى تكون على خير. واش مبروكه علينا وعليك بالصحه والسلامه. يا ربي امين. شكرا. الله يبارك فيك. حسنه امزيان، تبارك الله عليك، شاركتي في المسابقه بالعديد من الصور، وغادي نقدموا للمستمعات جوج منهم. شنو غتقترحي؟ البانكيك، وشنو الاقتراح الثاني؟ بانكيك بالليمون ومخنفر. يلا اييه نبدا بانكيك بالليمون ان شاء الله. واخا ان شاء الله. عندنا في المقادير ان شاء الله جبيبات، كاس ديال الحليب، كاس العنبه، كاس ديال عصير الليمون البرتقال، نص كاس ديال الزيت، 4 معالق ديال السكر، وقبصه ديال الملح، فانيا ايديال، وقشور برتقاله محكوكه، وجوج ساشيه ديال الخميره ايديال، ونص كيلو ديال السميده رقيقه. بالنسبه للطريقه، كنخدموا المكونات كامله في الخلاط الكهربائي، وكنزيدوا السميده شويه بشويه، كيجي حتى كيتخلط الخليط مزيان، وكنصبوه في انيه، وكنخليوه 10 دقائق يرتاح، وكنطيبوه في مقله ما كتكونش كتلصق من زوج جهات. بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. ما كنزرب. لا لا تبارك الله عليك، هو دغيا تيوجد وسهل. وسهل وكيجي رائع. بالذات كالفروت. اي الكوتي مزيان. الله يخطيك، شكرا. بالنسبة للمخنفر، عندنا زلافة ديال دقيق أبيض ممتاز، فور، زلافة ديال فينو، معلقة ديال السكر، معلقة ديال الحليب غبرة، خميرة إيديال، واحد فانيا إيديال، معلقة ديال خميرة الخبز، وجوج زلايف حتى لجوج غونس على حسب الفينو واش كيشرب ولا لا، ديال الماء، وبيضة. هادشي اللي عندنا في المكونات. كنخدمو المقادير مزيان مزيان، ممكن ندوزوها في الخلاط بالنسبة لما كيقدرش يدخل مزيان، أو في العجانة ممكن يكون خليط خفيف مزيان، كنخليوه يخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالو مزيان وكيبوق. صافي. وكنطيبوه إما في كنرشو المقلة بشوية ديال الزيت، إما في مقلة ما كتلصقش، أو في مقلة ديال المسمن، بجوجهم كيجي مزيان. هو كيطيب جوج جهات، كيجي خفيف وكيتقدم مع الزبده ولا سن. هادشي اللي كاين كيجي زوين الصراحه، و يعني مختلف على البغرير ومختلف على الفانكيك، كيجي خفيف بزاف وقريب للسفن. صح. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك حسنه امزيان. الله يبارك فيك اختي. فقره طياب فيه وفيه، وانت اللي كتعرفي ليه. ومعنا الشيف هند ديساوي. اهلا بك شيف هند. صباح الخير لسناء. الله يبارك فيك. كيف دايره؟ كيف الله يبارك فيك، نتمنى تكوني على خير دائما. الحمد لله. الحمد لله ربي. اليوم موجوده لكل عشاق القهوه، يعني واحد التورته اللي لذيذه بزاف، وخاصه بالنسبه للاشخاص اللي تيبغيو المذاق ديال القهوه، فهذه غادي تعجبهم بزاف. تورته بالمذاق ديال القهوه. ديال القهوه. هذه التورته هي كتجي، هي سهله التحضير اولا، يعني ملي كيجيونا الضياف اولا هذا دغيا كنوجدوها. حتى المقادير فيها قلال بزاف. واخا حنا نتبعو معاك ان شاء الله. بالنسبه للمقادير، غنحتاجو 200 غرام ديال البسكوي اللي كيكون من النوع الجيد، البسكوي اللي كنديرو في التورطات. غنحتاجو 100 غرام ديال لابخيغي. بالنسبه للحشو، فحنا غنحتاجو 12 قطعه ديال الجبن المربع، وغنحتاجو علبه ديال الحليب المركز المحلى. بالنسبه للطبقه الثالثه، غنحتاجو جوج فلون، الفلون اللي كيتباع كنعرفو بكتات صغار ديال درهم. غنحتاجو معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، معلقه ديال السنيده، ونحتاجو كاس ديال الماء، الكاس اللي كنقولو ديال العنبه، نعبرو بالكاس ديال العنبه. هادو هما المقادير. هادو هما المقادير سهله ودغيا كتوجد ولذيذه بزاف، انا متاكده ان لا جربوها السيدات غيبقاو ديما يديروها ان شاء الله. نعاودو المقادير لسنة. بالنسبه للطرطه بنكهه القهوه، غنحتاجو 200 غرام ديال البسكوي، غنحتاجو 100 غرام ديال لابخيغي، 12 قطعه ديال الجبن المربع، غنحتاجو علبه ديال الحليب المركز المحلى، غنحتاجو الطبقه النهائيه جوج فلان ديال الدرهم، معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، معلقه ديال السنيده، وكاس الماء. واخا. بالنسبه للطريقه، اول حاجه غادي نشدو هذاك البسكوي ديالنا، غادي نطحنوه مزيان، وغنحاولوا نعجنوه مع ديك 100 غرام ديال لابخيغي مزيان حتى كي يتجانس مع بعضه، يعني عجين ديال البسكوي، يعني عجين ديال البسكوي. من بعد كيكون عندنا واحد الاناء ديال لاطاخت او اي مول كنستعملوه ديال لاطاخت، كنلبسوا هذاك المول مزيان بهذاك العجين ديال البسكوي ديالنا، يعني من التحت ومن الجناب مزيان. وحنا كنحاولوا باش نسهلوا علينا الامر، نضغطوا بواحد المعلقه كبيره باش كيتلبس
يلبس مزيان هذاك البسكويت ديالنا. من بعد كنشدوا هذوك 12 قطعه ديال الجبن المربع كنطحنوهم مع الحليب المركز المحلى وكنكبوهم فوق هذه الطبقه ديال البسكويت كطبقه ثانيه. كندخلوهم للفران حتى كيطيبوا، يعني ما كنحاولوا ما كنحمروش الوجه ديال التورته. مجرد ما كنبداو نحركوها ما كتبقاش تحرك لينا، كنحسوا بها جامده، يعني غير تقبط راسها يعني كنقيسوها بصبعنا كنلقاوها ما كتلصقش في الصبع. كنخرجوها من الفران، هي كتكون تنفخات شويه، ملي كنخرجوها راه كتعاود ترجع لبلاصتها. كنخلوها حتى كتبرد تماما وكندوزو نوجدو الطبقه الثالثه ديالنا اللي هي غنديرو في واحد الكاسرونه هذاك الكاس ديال الماء ديالنا مع السنيده مع معلقه القهوه. كنخلوهم هما والفلان فوق العافيه، الفلان من الاحسن كنحركو مزيان باش ما كيبقاوش الحبيبات. من بعد كنخلوهم حتى كيبدا ماشي الغليان يلاه كيسخن مزيان هذاك الخليط ديالنا، وكنشدوه كنكبوه بشويه فوق هذيك التورته ديالنا، يعني ما نكبوش في دقه باش ما يتقبش لنا التورته. كنكبوه بشويه وكنخلوه كيجي بحال واحد الميغوار من فوق هذيك لاطاخت، يعني كيجي اون جولي اولا شي بحال المرايه من الفوق. كنخلوه ما كنحركوهاش نهائيا حتى كتجمد، ومن بعد كنزينوا الجوانب ديالها باي حاجه بغيناها، سواء باللوز اللي محمر مهرمش، سواء بالفيتين، سواء كنقدموها غير هكاك فهي كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. منعشه ومنعشه تبارك الله عليك. وصلنا المباشر معكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال فقرة لالا مولاتي المتنوعة. وصلنا لفقرة نصائح التغذية السليمة لأطفالكم، وغادي نتعرفوا على الوصفة ديال اليوم واللي هي ميلك شيك نيدو بخاليني، كيجي لذيذ بزاف ومنعش ومناسب مع الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة. تنعرفوا أنو تنبغيو دائما نشربوا حويجات اللي هما باردين، فما كاين ما أحسن من هاد ميلك شيك بطريقة اللي هي جديدة أولا بإضافات اللي هما مميزين. فبالنسبه للمقادير باش نوجدوا ميلك تشيك نيدو بخاليني، فغادي نحتاجوا 120 غرام ديال الحليب نيدو المقوى، اترو ديال الماء، 120 غرام ديال البخاليني، يعني راه متوفر عند الباعه اللي كيبيعوا المواد الخاصه بالحلويات. وغادي هاد المقادير هما اللي كاينين، يعني عصير سهل مميز ممكن انه حتى يتقدم بريستيج ولا يتقدم هكا الافراد الاسره. وفي نفس الوقت هاد الاضافات ديال ديك 120 غرام ديال البخاليني كتعوض لينا الحلاوه، فما غاديش نهائيا نزيدوا السكر ولا الحلاوه، لانه هاد البخاليني تيكون واجد. وتبارك الله كثير من المستمعات يعني تيعرفوا انهم يوجدوا في الدار وعطينا في البرنامج شحال من مره. فقلنا بالنسبه للميلك شيك 120 غرام ديال الحليب نيدو المقوى، اترو ديال الماء، 120 غرام ديال البخاليني، وبلا ما نزيدوا السكر كيف قلنا لانه البخاليني تيكون محلى. بالنسبه للطريقه هو انه غادي ناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي وغادي نطحنوا فيه هاد المقادير كامله، 120 غرام ديال الحليب نيدو مقوى، اترو ديال الماء، 120 غرام ديال البخاليني. غنطحنوا هادشي كله مزيان، ملي طحن لينا مزيان مباشره كنديروه يعني في كؤوس ونقدموه لافراد الاسره بالصحه والراحه. وهذا العصير هو منعش ومقوي في نفس الوقت لانه عنده خصائص وقائيه. وهذاك اللوز اللي فيه في البخاليني، لانه كنعرفوا انه البخاليني كيتصايب باللوز، فهذاك اللوز هو مصدر مهم للمعادن والفيتامينات. والان نصيحه نيدو. نصيحتنا اليوم هو انه حنا دابا في الصيف ومع ارتفاع درجه الحراره، فكنعرفوا انه الجسم ديالنا كيحتاج لشرب الماء اكثر تفاديا للجفاف والترطيب الجسم ديالنا. فنصيحه لجميع الوالدين على انهم يفكروا في وليداتهم، يعني يفكروهم في شرب الماء طيله اليوم، سواء في البيت او لا غادي للمدرسه او لا راكبين معنا في السياره، فنحملوا معنا قنينات ديال الماء ونعطيوهم يشربوا. نعطيوهم كذلك فواكه موسميه غنيه بالماء وبالسوائل، ولكن غير بكميات معقوله ما نكثروش منها تفاديا للاسهال. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقره لالا مولاتي المتنوعه، وكتحضر معنا خبيره الشعر والتجميل حوريه شويه. اهلا بك حوريه، عواشر مبروكه. الله يبارك فيك. صباح النور سناء. صباح الخير، لاباس عليك. تحيه ليك والتقى في برنامج كل مستمعينا المستمعين ديال ميد غاديو داخل الوطن وخارج الوطن، وعيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك. وخرجت مأخره ولكن باقي حتى حاجه مأخره. مرحبا، بارك الله فيك حوريه. وحنا دابا في الصيف اكيد على انه كنبغيو اننا نهتموا بالبشره ديالنا بالشعر ديالنا من جهه، وفي نفس الوقت نحميو من اشعه الشمس، اللي الشمس هي حاجه ضروريه، ولكن خاصنا نعرفوا كيفاش
نحميو نفسنا من من يعني من هذه الاشعه اللي كتكون حارقه خاصة في اوقات معينه. اليوم غادي نتكلموا على هذا الموضوع، هو انه كيفاش نحافظوا على البشره ديالنا ونحميوها من اشعه الشمس، يعني باش نستمتعوا بالصيف ديالنا، ولكن ماشي على حساب يعني لا لا باش ما نتاثروش فعلا. احنا غالبا فصل الصيف كيبانوا ديال البشره ديالنا، احنا كنقولوها دائما كل فصل عندها واحد الاعراض معينه كتبان عليها، بالجفاف، بالتقشر، بالصيف كتبان عليها بقع واحمرار والتهابات. باش نتفادوا احنا هذه المشاكل هذه في الصيف، نحاولوا ما امكن نبتعدوا على الكريمات المصنعه واللي كنبيتوها على البشره ديالنا. من الاحسن نحاولوا نتفادوا هذه الطريقه هذه، لان هي اللي كتزيد في الحده ديال التهابات ديال البشره في فصل الصيف، وخاصه ملي كنخرجوا ونتعرضوا للضربات ديال الشمس. بالنسبه للبشره ديالنا محتاجه بزاف في فصل الصيف الفيتامين سي، اللي هو كيكون محتاج البشره ديالنا محتاجه ليه في جميع الفصول، لكن في فصل الصيف مهم. كذلك الفيتامين دي والفيتامين او، هادو ثلاثه ديال الفيتامينات خصنا نستعملوهم كاقنعه خارجيه وكوصفات يعني شربات وعصائر، باش كيحافظوا على البشره ديالنا وكيخليوها في اللون ديالها الطبيعي، ما كيتاثرش بضربات الشمس. وحتى الا خدات حتى الا تعرضنا للشمس، ما نساوش بان الفيتامين دي راه مهم للبشره ديالنا، وراه هو اللي كيشد البشره وكذلك كيحافظنا على لون البشره. بالنسبه للكريمات اللي هضرت عليها، ان دابا غالبا النساء كيمشيو ياخذوا واحد الكريمه معينه في المثل فيها النوع ديال الفيتامينات، فيها الفيتامين او، فيها الفيتامين دي، فيها الفيتامين سي. هنا خصها قبل ما توضع هذه الكريمه هذه على البشره ديالها دائما مستشاره طبيه، لان ملي كيكون عاوتاني الافراط في الفيتامينات كيعطينا اعراض جانبيه على البشره، وخاصه كيعطينا الاحمرار، داك الاحمرار كيرجع بالسواد على البشره. بالنسبه كذلك الفيتامين او كناخذوه كمعقم للزيوت، وكذلك كماده حافظه للاقنعه اللي كنديروا ولا كنحافظوا عليها في الثلاجه. مثلا فيتامين او في كنوجدوه في الفواكه الجافه وخاصه اللوز، وكنتمنى النساء انهم يدخلوا اللوز في الوصفات الاقنعه يعني الخارجيه، وكذلك في العصائر ديالهم اللي غيديروها، لانه غني بالفيتامين او، والفيتامين او من بين الفيتامينات اللي كتحافظنا على البشره وكتحارب الشيخوخه وكتجدد الخلايا بواحد الطريقه جميله، خاصة ملي كيكون طبيعي. من الاحسن ناخذوه طبيعي وحنا عندنا موجود، يعني اللوز وداك القشور ديال اللوز البلدي، يعني القشور ديال اللوز، اللوز هذا الفواكه، بعض الفواكه، بعض الخضر، يعني كل انا نعطي ان شاء الله اقنعه ونعطي عصائر اللي غادي يستفدوا منها من هذه الفيتامينات هذه. بالنسبه للفيتامين دي، حنا كنعرفوا الفيتامين دي كيكون قليل بعض المواد الغذائيه، ولكن كنوجدوه بزاف بالاسماك، كنوجدوه في السمك، يعني نكثروا من الاسماك في فصل الصيف وما يكونش مقليه، يعني نديروها في الطاجين، نديروها في الفران، يعني نفوروها مع الخضار ونستهلكوها بهالطريقه دي، ما نقليوهاش باش كنستافدوا من الفيتامين دي. فيتامين دي ملي كيدخل الجسم كيلقى الارضيه، يعني شنو هي الارضيه؟ كيلقى الكوليسترول الحميد في الجسم، لان الجسم كينتج كذلك الفيتامين دي، كيكون واحد التوازن طبيعي، وحتى الطريقه اللي كياخذ الجسم الفيتامين دي كياخذها بواحد الطريقه طبيعيه. لا بالنسبه للمواد المصنعه، التأثير ديال اللي كيكون في هذا فصل الصيف وخاصة بعض العصائر المصنعة، يعني ملي كنشربوها كنخرجوا للشمس، أخطر حاجة هي هذه بالنسبة للبشرة. ومازال الصحة حنا الجانب الطبي راه الاختصاصيين الأطباء اللي كيشخصوا هذه الأمراض، ولكن بالنسبة للبشرة أول حاجة اللي كتعرض للبشرة هو الاحمرار، وذاك الاحمرار كيعطينا بعض البقع، كيعطينا بعض الالتهابات، كيعطينا بعض الحبيبات على البشره ديالنا. نجتنبوا هذه العصائر المصنعه، وخاصه الناس اللي كيمشيو للمسابح واللي كيمشيو للبحر يحاولوا ياخذوا العصائر الطبيعيه اللي هي الجزر، كاين خضر وفواكه، جزر ودلاح، جزر والسويهله راه الدراري ياخذوه، يعني الا خدينا مثلا السويهله درناها في الخلاط الكهربائي، درنا واحد ربعه ديال الجزر، طيبناها في الماء، خليناها شويه ماشي طيب بزاف غير شويه، كنخلطوا كل شيء هذه المكونات نطحنوها ونسمو معلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال القزبر الحبوب، رائع للبشره، وكذلك كيحد من داك الاحمرار اللي كيكون على البشره. عطيتي نصائح عامه تجميليه يعني لحمايه البشره ديالنا من هذاك التاثير ديال اشعه الشمس، وكتجي تساؤلات كثيره وخاصه يعني في الباديه بالنسبه للسيدات اللي كيتعرضوا لاشعه الشمس باستمرار بحكم انهم كيخدموا في الحقول وكيديروا انهم ما تيبغيوش كيسمعوا لانه مبيضات ما عندهم يديروا بها، خاص ضروري كريم واقي من اشعه الشمس، وكاين بعض المواد اللي ممكن انها تعاونهم لحمايه البشره من هذه الاشعه. بالنسبه لحمايه البشره من اشعه الشمس، كاين عندنا كنعرفوا البطاطا واللوز، الا خدينا اللوز وغسلناه ورطبناه في كاس ديال الماء، نخليه حتى للصباح، كنطحنوه
اللي كنطحنوه كنحصلوا على واحد الحليب، حليب ديال اللوز. داك الحليب غني بالفيتامين او، داك الحليب هو كنخليوه في الثلاجه، اللي ما عندهاش ثلاجه يمكن لا دير فيه معظم ديال لافوكا، تحك العظام ديال لافوكا وتضيفه مع داك الحليب ديال اللوز، هو تبقى تنظف به الوجه ديالها الليل الليل وتبات به حتى الصباح. وفي الصباح ملي تجي تخرج، خاصه الناس اللي كيعملوا في الحقول، تجيب واحد الطرنج ديال البطاطا وتحك به الوجه ديالها وتشرب الماء بكثره، وخاصه تركز على مطيشه. الناس اللي كيخدموا في الحقول ياخذوا واحد المطيشه وحده يسلقوها في الماء ويطحنوها ويشربوها كعصير ويخرجوا، لانها كتكون حمايه للبشره وحمايه تلك ضربات الشمس اللي كتقدر تاثر على البشره يعني بشكل سلبي. هنا بالنسبه للوز، اللوز يمكننا كذلك نطحنوه وناخذوا جوج معالق ديال اللوز نديروهم في واحد الجبانيه ديال الزاج، نجيبوا عصير ديال السويله. هذه رائع، نتمنى كل المستمعات ديروا البشره ديالها، وخاصه بالليل، وفي الصباح تغسل الوجه ديالها ودير واقي شمسي. غير هو الواقي الشمسي تاخذوا من الصيدليه، ما تاخذوش من اي مكان، من الاحسن وتاخذ الواقي الشمسي اللي غير نفس يناسب لها البشره ديالها. بالنسبه للقناع ديال اللوز، كناخذوا جوج معالق ديال اللوز كنديروه في الزبانيه ديال الزاج، كنجيبوا العصير اما ديال الدلاح ولا ديال السويله واي فاكهه عندنا، نص كاس كنضيفوه على ديك اللوز اللي عندنا اللي طحناه، كنخليوه يرتاح واحد المده ديال نص ساعه حتى لساعه. من بعد كنديروا واحد الكتانه ديال حياتي، الزيت ديال حياتي، وكنحاولوا نعصروا ذاك اللوز مع ذاك العصير اللي درنا اي فاكهه، كنعصروا كنحصلوا على واحد الخليط من المكونات اللي في اللوز، وكذلك ذاك العصير ديال السويله ولا ديال الخوخ ولا اي فاكهه عندنا. هذا كنمسحوا به الوجه ديالنا كل ليله، ويمكننا نبيتوا على البشره ديالنا، رائع لتنقيه البشره، الحد من حمراء ديال البشره، وكذلك لضربات الشمس اللي نقدروا نتعرضوا لها في النهار. حدا مثلا المره رجعت من يعني من من يعني من برا ودخلت للدار على اساس انه لقات واحد الاحمرار، ممكن تستعمل هذا الوصف؟ ممكن تستعمله. شنو مثلا سبراي، لانه كنكون ملي كتكون يعني البشره سخونه تنبغيو شي حاجه اللي غنبردوا بها؟ احسن حاجه الدلاح، يعني القشور ديال الدلاح توجدهم في الثلاجه ملي تكون خارجه، تقطع واحد الطرنج ديال الدلاح، قطعوا طريفات صغار، ديروا فواحد القرعه ديال الزاج، كب على الكاس ديال الماء طايب ومعلقه ديال زيت اللوز، وتخلي في الثلاجه. ملي تجي تصفي ذاك الماء وكترش به الوجه ديالها والبشره ديالها، ويمكن تشرب به حتى الشعر ديالها، يعني وخاصه الناس اللي كيستعملوا المسابح اللي كيعموا بزاف في المسابح، ماده الكلور كيقدر ياثر على الشعر ديالنا والبشره ديالنا، هذا راه كافي باش ديروا محلول ترش به الوجه ديالها وكذلك الشعر ديالها. تفكر دابا نيت واحد التساؤل ملي قلت سبراي، سيده كانت صيفطات لي البارح واحد الميساج، هو انه فوق ما كدير الروز تخليه يعني مرطب حتى كيحيد داك النشا ديالو، يعني باش يجيها مفرز، وهذاك الماء ديال النشا كديروه في المكعبات ديال الثلج وكديروه في المجمد. هي سولات قالت لي عفاك قولي الحريه، هذه الطريقه اللي انا كندير علاش كتصلح هذه المكعبات ديال النشا ديال الروز الماء ديال الروز؟ هي باش تصلح لها، يعني شنو ممكن دير؟ هي باش تستافد من النشا ديال الروز، اولا ما ديرش مكعبات مباشره على البشره ديالها ملي تكون سخونه، دائما دير في واحد الفاصمه تكون ستيريليزي، تلوي فيها هذاك المكعب ودهن به البشره ديالها لشد البشره، هذا كيشد البشره بواحد الطريقه رائعه. بغينا نستافدوا المكعبات ديال الروز فصل الصيف، كناخذوا الروز كنبيتوه في نص كاس ديال الروز، كنبيتوه في كاس ديال الماء، نخليوه حتى للصباح، داك الروز المهرس اللي دغيا كيفزك في الماء، لغد اللي كنطحنوه في الخلاط الكهربائي. سمعوا مني المستمعات هذه الكريمه اللي هي رائعه وغادي تعجبهم ان شاء الله وغتعطينا وعطات نتائج. كنطحنوه وكنحصلوا على الحليب ديال الروز، كنصفيوه حتى هو كنصفيوه في الصفايه ولا كنصفيوه في شي كتانه ديال حياتي، كنحصلوا واحد الحليب ابيض ديال الروز، كنديروه في كسرونه، كنقصوا البوطه كنقطعوا معاه شويه ديال السويله، طريف ديال السويله، وكنقطعوا معاه شويه ديال الجزر، الجزر نحكوها ولا نقطعوها، هادشي كله كيتطحن مع داك الماء ديال الروز. نعاود الطريقة باش يفهموا، نص كاس ديال الرز، كاس ديال الماء، كيبات حتى الصباح. الصباح كنديروه في الخلاط الكهربائي، كنديروا معاه طريف ديال الدلاح ولا طريف ديال السويلة، طريف ديال البرتقال، أي فاكهة عندنا في الدار. كنطحنوا كلشي في الخلاط الكهربائي. من بعد كنصفيوه، كنحصلوا على واحد الخلطة ديال الرز متشبعة بداك العصير ديال الخضار اللي درنا كمبيض للبشرة وكذلك لشط البشرة. كنديروه فوق النار هادئة. نبقاو نحركوا بواحد المعلقه حتى كنحسوا بداك الحليب ديال الرز جمد ولا بحال الكريمه، كنخلطوه مزيان حتى كيجمد، كنطفيو البوطه، كنضيفوا زيت اللوز، جوج معالق كبار ديال زيت اللوز، كنخلطوا. حنا حصلنا على واحد الكريمه طبيعيه اللي نقدروا نبيتوها على البشره ديالنا اللي كتحد من داك الاحمرار وكذلك حتى ديك البقع اللي كتكون على البشره. هذه رائعه، يمكن لهم يديروها اليدين ديالهم، يمكن لهم يديروها للبشره، يمكن لهم يديروها حتى للشعر، لانها كترطب الشعر بواحد الطريقه طبيعيه. بالنسبه للكيغاتين اللي طلبوني عليه الناس اللي هو طبيعي وكيعطي واحد النتيجه فعاله وخاصه في فصل الصيف، كناخذوا نص كاس ديال زريعه الكتان، نطيبوه في كاس ديال الماء
فكيطلق داك الرغوه ديالو كنصفيوه داك الماده الهلاميه كنضيفو معاها نص بنانه وصفار بيضه بلديه وجوج معالق ديال زيت العود نخلطوا هاد المكونات ونديروها على داك الماده اللزجه ديال زريعه الكتان نزيدو نص بنانه نص بنانه وصفار بيضه بلديه وزيت زيت اللوز ولا زيت العود لا اي زيت عندنا كنخلطوا الى عندك الرايب البلدي احسن حتى هو كيعطي واحد النتيجه غزاله للشعر وخاصه والرايب البلدي حنا كنعرفوه غني بالفيتامين دي يعني كنديروه وكنديروه بحال اللي كنديروا الصبغه على بحال اللي كنديروا الكيراتين المصنع كنجبدوه مزيان ونخليه ونلفوه بواحد الزيف ديال حياتي ونخليوه واحد المده ديال ساعه ساعتين حتى ثلاثه الساعات وكنغسلوا الشعر ديالنا عادي هو الغسول كنديروه بزريعه الكتان حتى الغسول حتى هو بزريعه الكتان يعني كنرطبوه بزريعه الكتان مطحونه وشويه ديال الموض هو اللي كيكون كديميلور كنديرو على الشعر اييه هذه كتقوي الشعر ومرطبه للشعر وبمواد اللي هي مغذيه للشعر فاكيد مازال المواصلين دائما رفقه خبيره الشعر والتجميل الحريه شويه خليهم كنتكلموا على كيفاش نحميو ونحافظوا على البشره ديالنا من تاثيرات ديال اشعه الشمس عطينا بزاف ديال الوصفات والنصائح تجميليه ودابا غادي توقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه مرحبا باي تساؤلات تجميليه تواصلوا معنا دابا على 0522 88 00 61 61 62. ناخذوا المكالمات الهاتفيه اللي معنا ونتعرفوا على التساؤلات التجميليه نجاوبوا عليها ان شاء الله معنا امينه من الدار البيضاء الو امينه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله امينه من الدار البيضاء اييه مرحبا امينه كنشكركم بزاف على هذا البرنامج كنشكر السي حوريه شكرا مرحبا الله يبارك فيك عندي لها واحد السؤال كان ممكن اييه تفضلي عندي ولدي عنده صيده القميش في وجهه بوتي وصفه طبيعيه اختي الكريمه بقى داك الاثار ديالهم داك الخاص قدامي بسرعه هو قدامي بزاف ولا عاد جداد شويه قدامي غتاخذ له غير الماء ديال الجزر وزيد الزنجلان الماء ديال الجزر حط خزويه وحده وخذي الماء ديالهم جوج معالق مثلا ولا ثلاثه وغضفي معاهم معلقه ديال الزيت شكرا معلقه ديال الزيت الا كان زيت اللوز ولا زيت الزنجلان من الاحسن يكونوا مصوبين على اليد من الاحسن واللوز اللي بقى تدهلوا بهم المناطق اللي عنده فيها لي طاش ياك يمكن لك الا بغى يدير لك واحد القناع العسل معلقه ديال العسل الحر والماء ديال المعدنوس يعني كتدقي المعدنوس تاخدي منه الماء بحال دابا جوج معالق ديال الماء ديال المعدنوس معلقه صغيره ديال العسل تخلطي هاد المكونات ويخليهم في وجهه الا قدر يبات بهم يبات بهم ويداوم عليهم يداوم عليهم واخا اختي الله يجازيك بخير ما كاين مشكل مرحبا بزاف بارك الله فيك تحياتنا لك امينه مرحبا امينه ناخذ ام ملاك من قنيطره الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كديرين لله الحمد لله الله يبارك فيك ام ملاك الله يبارك فيك طول عمرك شكرا بارك الله يخليك بغيت نسول الخبيرة ديال التجميل مرحبا الله يخليك انا عندي بنية عندها في عمرها دابا 8 سنين وبداو تيبانوا لها واحد فحم قطات على في النيف ديالها وتحت العينين ديالها فحال كنقولوا حنا النمش بيضاء على وجهها هي اللون ديالها هي بيضاء بيضاء ولكن هذوك القطات فحال الماضين النمش النمش ما كانش عندها في الصغر عاد ولا كيبان فيها لا ما كانش عندها يلا ولا كيبان وانا في حقها كندير لها لابيسين على ثلث العام. حيت الكلور يقدر يدير لها المشكل في الجلد ديالها. يعني بدا كيبان ليها وبغيت شي فطوال شي حاجه اللي تساعدها زعما. هي غليظه شويه؟ لا ما غليظاش. انت دابا كاين السويهله استغليها في الاقنعه خذي الماء ديال السويهله مثلا جيبي طريف ديال السويهله وعصري الماء ديالو وديري معاه معلقه ديال زيت اللوز ولكن اللوز زيت اللوز يكون مصوب على اليد. زيت مصاوب على اليد على اليد شوف شي واش شوف شي تعاونيه راه كاين تعاونيات كيبيعوا الزيوت اللي هي طبيعيه تاخذي منها معلقه مع ديك الماء ديال السويله وتبقى تمسح الحلو ياكتي الحلو وتبقى تمسح لها وجهها الليل الليل هي من الليل الليل ويمكن لك عاوتاني تشونجي الماء ديال السويله بالماء ديال المعدنوس هو مهم الماء ديال المعدنوس دقي ربطه ديال المعدنوس غسليها مزيان وخذي الماء ديالها وكذلك ديريه مع زيت اللوز ولا زيت الزنجلان اللي عندك وتبقى تمسح به وجهها داكوغ والله يخليك مكيان زاد شي سؤال واحد اخر اييه تفضلي والله يخليك وعندها الشعر ديالها ناشف ومقصف من القدام بزاف حرش ولا غير ناشف؟ لا ناشف ناشف الزغبه ديالو رقيقه وناشف ومقرب بزاف واخا هانتي شوفي ديري شميشه من القدام واخا هانتي خذي جوج معالق ديال اللوز مطحون ومعلقه ديال زريعه الكتان وصفار بيضه بلديه ومعلقه ديال زيت العود معلقه ديال زيت العود وتخلطي باي فاكهه عندك في الدار الماء ديال الخيزو الماء ديال التفاح اي ما باش كتخلطي هذا القناع هذا وديريه على شعره
نديرها. وهذيك الوصفه اللي كنقول لك ديال الكيراتين قبيله تلق ليها؟ حتى هي تلق ليها مزيانه؟ مزيانه غير هي بالنسبه للزبرقيقه هاد القناع اللي عطيتك كيغلط الزغبه وكيقوي الزغبه. واخا لالا شكرا. ما كاين مشكل. الله يكثر خيرك. ما كاين مشكل. يلا السلام عليكم. على ذكر المشكل ديال الشعر البني نحاولوا نديروا لهم الري بالبلدي للبنات. الشعر كيقوى الري بالبلدي. مهسوس ما فيه حتى شي اضافات. وفيه غني بالفيتامينات والبروتينات الطبيعيين، يعني تاخذ ثلاثه المعالق ولا جوج معالق ديال الري بالبلدي، معلقه ديال العسل الحر، صفار بيضه بلديه، هذا قناع يديروه للوليدات ديالهم البنات. يعني مره في الاسبوع راه غني ومفيد بزاف للشعر وكيطول الشعر وكيحد من المشاكل الشعر وخاصه ديك التشويكات ديال الشعر والتقصف ديال الشعر. واخا غادي نواصلوا دائما باقي المكالمات ونتعرفوا على التساؤلات التجميليه مع نعيمه من الدار البيضاء. الو نعيمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوا نصور خو حوري الله يسلمك. اييه تفضلي نعيمه. عندي واحد البنيه عندها 9 سنين عندها شعر شعر نشف ليها كان ميدا كان مزيان رطب وداك الشيء نشف ليها دابا ولاو نقصف ليها من القدام. سمعتي القناع اللي عطيت دابا لالا ياك؟ سمع ديال زريعة الكتان واللون. سمعتي اه. صفار بيضاء. بالنسبه ما عندها شي مشكل مرضي ولا لا؟ لا ما عندها حتى مشكله. خصها تشرب الماء بزاف. كتاكل مزيان الخضراء شويه ماشي ماكله بزاف. خصها تاكل مزيان الخضراء وتشرب الماء تاخذ العصائر الطبيعيه ما تعطيهاش الماكله ديال الزنقه. الشعر دائما تغديه لها الا زيت الكوك الا زيت اللوز الا زبده الكاريتي راه معروفه دابا وموجوده في الاسواق وكاينه حتى في الصيدليه. زيت اللوز وزيت هذا واش نخلطهم ولا ندهن بواحد؟ كل مره دير لها زيت واحد ما تخلطلاش الزيوت. زيت اللوز ولا زيت الكوكو؟ الكوكو. وبغيتي دير لها الكريمه للشعر خذ لها زبده الكاريتي ياك جوج معالق ذوبيهم في باماغي وضيفي معاهم جوج معالق ديال زيت الكوك وتبقى خلطيهم مزيان وتبقى دهن لها الشعر ديالها خليها ساعه ساعتين ومن بعد تغسلي لها الشعر ديالها. شكرا اختي الله يجزاك بخير. ما كاين مشكل. شكرا حبيبه. ما كاين مشكل. مرحبا. غادي نواصلوا باقي المكالمات معنا فتيحه نعيمه من اكادير. الو الو واخا انقطع الخط نعيمه من اكادير رجعي تواصلي معنا ومعنا فتيحه. فتيحه من سلا. الو فتيحه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اي عافاك بغيت نسول قدر اي الشعر ديالي زاف ومقصف ناشف ومقصف وبغيت ندير لي ميس. اييه. الو وي اختي كتسمعيني؟ اييه كنسمعك. قلتي يعني الشعر ديالك ناشف ومقرد يعني وباغا ديري لي ميس. الشعر ديالي ناشف وما كيطواش ليا ما عرفتش من الناس وباغا ندير لي ميس. واش كان كيطواش شحال هادي ووقف ولا ما عمرو طوال؟ كان كيطوال نقول لك شي 6 سنين 7 سنين قطعته عند واحد الكوافوره من تما هذاك هو الحد ديالو مابقاش كيطوال. ما عندكش مشكل مرضي ما كتعالجش حتى شي مرض؟ لا 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 الحمد لله. ما كتاخذيش مانع الحمل؟ لا باقا ما نزوجاش. المهم بالنسبه لهذا المشكل اللي عندك حاولي ديري الحمام الزيوت للشعر ديالك وتقطعي شويه من الشعر ديالك وديري بخاخات ديري باوراق السدر والريحان يعني تاخذي جوج معالق ديال الريحان وجوج معالق ديال اوراق السدر. انت فتيحه كتكبي عليهم. اسمحي لي حوري لانه كاين تشويش في المكالمه احنا غادي نقطعوا معاك وسمعينا غير بشويه وحوريه تعاود الوصفه. جوج معالق ديال اوراق السدر وجوج معالق ديال اوراق الريحان كنديرهم في واحد القرعه ديال الزاج كنضيفوا عليهم كاس ديال الماء طايب ونسدوا على القرعه ونخليوها يعني ساعه ساعتين من بعد كنصفيو داك الماء وكنضيفوا معاه معلقه ديال زيت اللوز ولا معلقه ديال زيت الزنجلان. هاد البخاخ تبقى ترشي به شعرك كل ليله ومع التدليك. بالنسبه قبل ما تمشي للحمام دائما ديري معلقه ديال الزعتر وصفار بيضه بلديه وثلاثه المعالق ديال الماء البصله. معلقه ديال الزعتر صفار بيضه بلديه وثلاثه المعالق ديال الماء البصله. تخلطي هاد القناع هذا وديري على شعرك قبل الحمام تخليه ساعه ساعتين وكتمشي للحمام تغسلي شعرك بالشامبوان طبيعي والغسول يكون فيه كذلك المواد اللي درتي بها البخاخ يعني الريحان واوراق السدر. كتاخذي ديك اوراق السدر واحد الكميه ديال نص كاس والريحان نص كاس كتكبي عليهم كاس ديال الماء طايب حتى كيطلقوا مزيان بهم كتفزقي الغسول اللي غتغسلي به في الحمام. بالنسبه للشامبوان الطبيعي دلاح راه كاين دابا داك القشور ما نلوحوهمش راه كاين عده الاستعمالات اللي غنستعملوها في الاقنعه وكذلك للشعر. كتاخذي ديك القشور ديال الدلاح كتقطعيهم طرفات صغار كديريهم في واحد الكسرونه كتكبي عليهم مثلا درتي زلافه ديال القشور الدلاح غديري معاهم زلافه ونص ديال الماء. نقصي البوطه غير يغلي غليه وحده صفي داك الماء
كتاخدي منه جهد قرعه صغيره ديال الشامبون ديال الاطفال، ومعاه اضافه ديال معلقه ونص ديال الشامبون الاطفال داك الماء ديال الدلاح، وكتضيفي معاه معلقه صغيره ديال زيت اللوز. هذا هو الشامبون اللي بقى تغسلي به شعرك. مرحبا بكم. نكملوا حريه بالنسبه للشوربه اللي ممكن انه السيدات يستعملوها اللي تحمي من اشعه الشمس. المهم غادي نعطي عصائر وشربات. بالنسبه للشوربه نركزوا بزاف على الخيزو، يعني مهم بزاف، وعلى المشمش. يعني ناخذوا نطيبوا خيزو ونضيفوا معاه المشمش سواء خضر ولا المشمش. الموسم ديالو قليل، يعني قليل دابا نستغلوه نطحنوه ونشربوه كعصير. ودائما الاضافات اللي نضيفوها في العصائر نسموها بالزعتر وقزبر حبوب. بالنسبه للعصير اللي نتمنى ان النساء يديروه، الخس والجزر والدلاح ولا السويله، يعني هاد المكونات كلها واحد الكميه يعني متساويه. الخلاط الكهربائي مع جوج كيسان ديال الماء يكون طايب ولا ما معدني، كنطحنوا هذا العصير هذا. اللي بغاتو ثقيل مزيان، اللي بغاتو خفيف تزيد في الماء. يعني هذا عصير رائع، ونشربوه ونديوه معنا حتى للبحر، نعطيوها للاطفال ديالنا عوض ما نعطيوهم العصائر المصنعه. بالنسبه للشوربه كذلك اللي هي مهمه ونتمنوا انهم يديروها خاصه في الليل، ياخذوا الاسماك من اي نوع ديال السمك كاين. كناخذوا اللفت الابيض، يعني كناخذوا ربعه ديال اللفت الابيض، كنديروا ربطه فيها قزبر ومعدنوس، وكنديروا القرعه الحمراء. نتمنى انهم يديروا هذه الشوربه. ودائما الحوت اللي عندنا يطيبوا هذه المكونات وكنطحنوها ونسموها دائما بالقزبر الحبوب، ونديروا هذا الزعتر. هذه الشوربه نبقاو نتعشاو بها بالليل، وخاصه الناس اللي كيخرجوا بالنهار. بالنسبه للمطيشه اللي هي ما يستهنوش بالمقاومه ديالها البشره، يعني كتقاوم ضربات الشمس وكتحافظ على البشره. يعني كناخذوا مطيشه جوج مطيشات وبصله وحده وربطه ديال الخس، يعني هذه ربما غتسمع السيده، ولكن جوج مطيشات وبصله وخس. يعني كندير ربطه ديال الخس نغسلوها مزيان في الخلاط الكهربائي، مطيشه كنسلقوها شويه د الماء ما كنخليوهاش خضراء، كنديروها مع ذاك الخس. البصله حتى هي الا بغينا نطيبوها مع باش ما الجهد ديالها يتنقص، كنديروا مع ديك مطيشه حتى هي تغلي شويه، كنطحنوا هذا العصير هذا ونسموه. نديروا فيه الاضافات، نديروا فيه القرقع، معلقه ديال القرقع مطحون، معلقه ديال اللوز، الاضافه دائما قزبر حبوب والزعتر، لان هذا مهم من التوابل في هذا فصل الصيف. والبحار دائما نديو معنا الماء ديال الدلاح، يعني ملي يعوم الطفل في البحر ولا حنا كنديروا ديك الماء ديال الدلاح كنكبوه على الجسم ديالنا كله، وكيكون بحال كنشلوا به بداك المنحه ديال البحر، وكذلك من الكلور ديال المسابح. بالنسبه للخس، الناس ياخذوا الخس والسويله مبيض للبشره وكيحدوا من الاحمرار ديال البشره. يعني ناخذوا ربطه ديال الخس ونديروها في الخلاط الكهربائي مع السويله، كنقطعوها طريفات صغار وكنطحنوها بالماء. الى عندنا زريعه ديال القرعه الحمراء نديروا معلقه، ما عندناش نكتفيو غير بهاد المكونات كعصائر، نديوها معنا يعني ونشربوها، تكون عندنا حاضره في المواعيد ديالنا وفي يعني في الفطور في الغداء في العشاء. واخا غادي نختموا باخر مكالمه معنا سعيده من الدار البيضاء. الو 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 سعيده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك. الحمد لله بارك الله فيك. الله يخليك، بغيت نسول شويه. اييه تفضلي سعيده. اشبك حريه؟ لاباس. لا لا بارك الله فيك، عواشك مبروكه. الله يبارك فيك علينا وعليك باش ما تمنيتي. بارك الله فيك. الله يخليك حريه. مشيت للحمام وكان عندي واحد الكيس دوك ديال الفوطا جديد، دوزت بيه على وجهي، ومني جيت للدار في الليل وجهي احمر وسخون، الصباح لقيته بحال محروق بحال. وحكيتي ماشي دوزتي، راه درتي شي حكايه. غير الكيس ديال الفوطا ماشي هو داك ديال الفوطا. رطب شويه يعني ماشي رطب. ايه رطب ماشي حرش. وقبل ما درتي حتى شي كريم، ما درتي حتى شي زيت، ومشيتي للحمام. شي حاجه اللي كخون اللي كندير لوجهي صافي. بالنسبه اي مشكل وقع لكم من بعد الحمام، كديروا كيس ولا شي ماده. بعض المرات كيديروا بعض البنات شي ماده على الوجه ديالهم، كيجي الوجه ديالهم حمر ولا بحال محروق. دائما جيبوا البطاطا وحده، حكوا البطاطا وعصروها وخليوها ترقد واحد المده حتى كيطلع داك الماء الفوق، كيبقى ديك النشا لتحت. هذاك النشا لتحت كنديروا معاه معلقه ديال الزبده بلديه وجوج معالق ديال الماء ديال الجزر، معلقه ديال الزبده بلديه وجوج معالق ديال الماء ديال الجزر، ندهنوا به الوجه ديالنا ونخليوه ما نخرجوش لبرا، نبقاو شحال ما خلينا في الوجه ماشي مشكل، ومن بعد كنغسلو. والبخاخ اللي كنديرو اللي كيوقع لنا هذا المشكل نستعنو بالماورد، يعني كناخدو الماورد يكون طبيعي، الا ما كانش طبيعي كناخدو الورد البلدي، يعني كاس ديال الورد البلدي كنضيفو معاه كاس ديال الماء طايب ومعلقه ديال زيت اللوز. هذا بخاخ نرشو به الاسعافات الاوليه اللي داك المشاكل اللي كتوقع لنا على البشره ديالنا. نختم بواحد يعني ما كنسخاش من المستمعات. الله يبارك فيك. نختم بواحد القناع، كناخدو تفاحه وحده كنسلقوها في الماء، يعني التفاح الخضر كناخذوا منه ديك الربع تفاحه
نديرو في الخلاط الكهربائي مع صفار بيضه بلديه مع معلقه ديال العسل الحر صغيره ومعلقه ديال الرايب. هذا رائع للبشره، كيشد البشره وكيحارب لنا جميع المشاكل اللي قدرت تاثر من ضربات ديال الشمس. واخا نعاودوه، قلتي لنا نص تفاحه. نص تفاحه كنطيبوها في الماء، صفار بيضه بلديه، معلقه صغيره ديال العسل والرايب البلدي. هذا رائع، ونتمنى ان المستمعات يداوموا عليها. وهذا الصيف اي فاكهه عندنا في الدار قبل ما نعسوا في الليل ندهنوا بها الوجه ديالنا، اي فاكهه عندنا. تبارك الله عليك خبيرة الشعر والتجميل حرية شويخ، شكرا لك بزاف على كل هاد النصائح التجميلية والخلطات والوصفات اللي تقسمتيها وقدمتيها للمستمعات، كنشكرك بزاف عليها. بغيتي تعمل ستيك شنو هي
Thank you.